المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة الشروق. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة أكد التزامهم بالاتفاق الإطاري والعملي مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين للتوصل لاتفاق نهائي شامل يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. وجدد سيادته خلال اجتماع عقده بمكتبه بمشاركة نائبه محمد حمدان دقلو مع وفد المبعوثين الدوليين الستة، جدد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية وإجراء الإصلاحات المطلوبة بالأجهزة الأمنية، وحث البرهان المبعوثين الدوليين على ضرورة الوفاء بالتزاماتهم في دعم الانتقال السياسي وتقديم المساعدات العاجلة للسودان. استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة استقبل الطلاب المقبولين للدفعة 69 كلية حربية، وذكر سيادته أن معايير قبولهم للكلية الحربية كانت محل اهتمام كبير من قبل القيادة العامة لتتسق مع سياسات الانضمام للقوات المسلحة بما يؤكد قوميتها وتمثيلها لكل أبناء السودان بمختلف جهاته وإثنياته ومشاربه بعدالة. وأكد سيادته أن الكلية الحربية بمناهجها المدروسة بعناية ستوصلهم إلى محطة الاحترافية في عملهم للدفاع عن البلاد تحت شعار الله والوطن. أعرب عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي أعرب لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بمنطقة كلوغي بمحلية غدير بجنوب كردفان، أعرب عن أسفه للأحداث التي جرت مؤخرا بالمحلية التي أدت لمقتل وجرح عدد من المواطنين، مشيرا إلى أن مسؤولية الأحداث تتحملها الجهات الرسمية والشعبية. وحث سيادته المكونات المجتمعية بالولاية على نبذ الفتن والجلوس إلى كلمة سواء، وذلك لتعزيز الأمن في هذه المرحلة، مشددا على أن قضية التنمية مرتبطة في المقام الأول بقضية الأمن، مشيرا إلى التزام الحكومة بتوفير كافة المعينات في هذا الصدد. وصل إلى العاصمة الخرطوم مساء أمس وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في زيارة رسمية تستغرق يومين. وكان في استقباله بمطار الخرطوم وزير الخارجية المكلف علي الصادق. سيجري سيرجي لافروف خلال زيارته مباحثات مع وزير الخارجية المكلف علي الصادق يتناول فيها القضايا الثنائية التي تهدف إلى ترقية العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين. كما سيلتقي سيادته ضمن برنامج الزيارة عددا من المسؤولين مسؤولين بالدولة. قدم سفراء كل من بلجيكا وفنلندا وبلغاريا وغانا ومالطا نسخة من أوراق اعتمادهم لوزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق سفراء لبلادهم لدى السودان مقيمين بالقاهرة، حيث التقى السيد الوزير السادة السفراء كلا على حدة وتسلم منهم أوراق اعتمادهم، واستعرض الوزير مع السفراء الجدد العلاقات الثنائية وتعزيزها وتطويرها. المشاهدون الأعزاء، قدمت لكم موجز الأخبار من قناة الشروق، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.